شايفك يا ماما الغار. في ايه؟ فيش حاجة. عملت ايه؟ عملت حاجة. في ايه يا ابني؟ زقني في الماية. هو عمل لي كده. عمل لك ايه؟ عمل لي كده وماما جت عليا. انا مش شايف نقطة مية يعني عليك. اهو. ايه ده يا مالك وبلاش ده عشان ما بتفهمش. انا ما عملتش حاجة. روح قول له معلش. لا مش عاوز اقول، انا عاوز اضرب. شوف. خلاص بقى. قوم. امن الله. معلش. بس عاوز اضرب. انت طول الوقت منتش تحت ايدي. ايه ده يا مالك. ايه ده احسن لك. انت حبيب. قلبي. شلولي. هو مين؟ ساجد. كان بيعيط وامك بتصلي. بيعيط؟ احنا مش هنخلص بقى من الموضوع ده. موضوع ايه؟ امنية حياتي تبقى سافر من هنا من ناحية اخوك. يعني ايه؟ يعني تحبه. احبه؟ انا بحبه. اتمنى. انت بتحبه؟ ايوه طبعا. انت بتحبه اكتر مني؟ بحبكم انتوا الاتنين زي بعض. بس انا كبير. هتفرق في ايه؟ حبنا اكتر. يبقى حب اخوك الكبير اكتر منك. ايه ده مجرد مثل عادي. ده انت حبيبي. انت قلبي. خد هنا. رايح فين؟ هجيب ساجد. لا سيبه هينام. بيعيط. لا سيبه، العياط بيكبروا بسرعة. ما يبقى انام جوه. جوه فين؟ مزاج ريال. ان شاء الله. وانا انام معاكو. معانا فين يا ابني انت؟ ايه انام معاكو. يا ابني هو انا قلت حاجة؟ انام معاهم. يا حسن السودة هنا يا اما. انت مالك؟ قول لبابا. بابا. في ايه؟ بص. ماله؟ ايه ساكت. وايه يعني؟ يا عدي يا بابا. والله انا عديته يا بابا. انا مش قلتلك 100 مرة ما تكدبش؟ انا ما عملتش حاجة. تعالى يا بابا. بتعمل ايه؟ هشيله. ايه؟ هشيله. ادي ماما. حب اخوك يا مالك. هو حبيبي. لا حبه اكتر. بحبه. حلو كده؟ انا بصراحة مش عارف لك طريقة. مانيش عارف اود بينكم ازاي. قلتلك ادي لماما. ادي لامك يا عم عشان يفتح. رد مش سالك. عايزين بقى نبقى نجيب له عجله بدل ما نفضل شايلينه كده. عجله ايه؟ دي زي سرير كده يعني ينام عليه. بينام جوه. اقصد لما نيجي نخرج. ما يمشي. لسه صغير. شفت بيقول بيمشي. يا ابني بطل كدب. مش بطل. طب بالله عليك اهدى عليا شويه. اجيب له عجله؟ لا يا سيدي مش هجيب له حاجه. افتحت. انت حبيبي. وانت خلقتني. قلبي. انت متغطي كده ليه؟ عارف. طب ومشغل المروحة ليه؟ حران. حران؟ طب اخواتك فين؟ هو ما شفتوش الجل بتاعي؟ لا يا بابا. طب قوموا دورولي عليه. ما شفتش الجل يا ملك؟ لا. متأكد يا ملك؟ شفتش. ايه ده؟ مال ايه اللي في ايدك ده؟ انت مالك؟ ده الجل بتاع بابا، انا هروح اقول له. خلاص مات. طب قوم قاطها. خد. وريني اوعى تكون خلصتها. فيها. قول لبابا. شعر. وبتسرح بيا وعمال تدور معايا؟ اديني فرصة اشرح لك. ولا شرح ولا بتنجان. فرق. بابا شفت الترنج الجديد؟ ولا جديد ولا حاجة، ده قديم. قديم ايه؟ ده اول يوم النهاردة. انت بسطول يا ابني، ده بالسنة اللي فاتت. طب جاب كام؟ بصراحة مش فاكر، بس تقريبا كان 100-150 كده يعني. 150 ايه؟ ده جاب 10 مليون. 10 مليون؟ هو بقى اسري ولا ايه؟ 10 مليون لايف. هو ايه ده اللي 10 مليون لايف؟ الفيديو اللي طلع ترند. انت تقصد بقى ترند. وات ايفر. لا بقى، ده انت عايز بلوك في دماغك. تعمل ايه؟ زي ما انت شايف. بتسجل؟ لا بلعب. قول لي بابا. بابا. في ايه؟ زاد بلعب. ذاكر يا زاد عشان ما املكش. ذاكر يا بابا. اخرج بره. هكتب لك في اوضتي. ما اسمعش صوتك. انا لو اشتكيت لابوك هيقول لي معلش
قولي بقى اعمل فيك ايه؟ ما تعملش حاجة. طب علقك ولا اعمل ايه؟ انت حبيبي. بابا في ايه؟ زجلت امي. مالك بيالا؟ شوتني في الكتاب. بابا عمل كده في كلازة. هو فين؟ اهو. اهدى يا مالك. مفيش حاجة. هعديها لك المرة دي، بس خد بالك ده لو اتسرع عليك هتزعل. انت حبيبي. معلش يا زياد، عندنا دي. انا عارف ان اخرها معلش. اخوك صغير، ما تعملش راسك براسه. خد رايح فين؟ راح فات. لو رخمت عليه انت حر. اديك اتزنق. انت حبيبي. الكلام ده مش هيمشي معايا. انا عملت ايه؟ سحبت الليل وخلصت شحن الموبايل. بابا ايه يالا؟ زياد عايز يتزنق تاني. يا زياد يا بابا خلص شحن الموبايل. خد، انت رايح فين؟ اعيط. انت عملت فيه ايه يالا يوصل اخوك للمرحلة دي؟ والله ما لمسته لسه. طلبني بالشلوت. بالشلوت يا زياد؟ طلبني بالشبشب. هي كمان وصلت للشبشب؟ وبتاع الحمام. وبتاع الحمام كمان؟ يا بابا ما لمستوش. انت امي كمان بالقلم. فين اللي ضربك بالقلم؟ وزقنا على سنه خليت دم. كلمة امال فين الدم؟ مش شايفه يعني؟ ساعته. معلش، وانت حسابك معايا بعدين. بابا ضربني. حقك علي. ضربني يا بابا. خلاص يا بابا، انا عملتش حاجة. يا ابني ما انا قلتلك خلاص. انا ما عملتش حاجة. هو ايه الصوت اللي جوه ده؟ لا معرفش يا بابا. طب ومالك فين؟ مش عارف. انا عرفت مالك فين. انت بتعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجة. يا ابني ده انت ممسوك متلبس. بابا فات وقع. حرام عليك، ده انا لسه جايبه ملحقتش اتغنى بيه. يا شيخ، هو انت مفكره هيشتغل تاني بعد اللي انت عملته فيه ده؟ رجعني الراجل. انت تكتم خالص. تعالى نطلع. قول لي بقى اعمل فيك ايه؟ ما تعملش حاجه. ازاي يعني؟ مش بتزعل؟ لا، ما هو انا لازم اعمل حاجه عشان ارتاح. اضرب زياد. واضرب زياد ليه وهو ما عملش حاجه؟ لا عمل. عمل ايه؟ انا شبكتي. اخلص ياه. عمل ايه؟ كسر الكمبيوتر. وديني لما وريت. هي لقطه شغلات يا انت حبيبي. اللون ده عطيك امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. وجاي من ايه؟ جاي من بطن ماما. هيجي من بطن ماما. ازاي؟ لا بص، سيبك من التفاصيل دي دلوقتي. المهم هتلعب معاه وتحبه. اه هلعب معاه. هو هنام فين؟ في اوضتنا طبعا. اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ عشان هو صغير. خليه ينام مع سريرك. للاسف السرير مش هيكفي. نام مكاني. اه وانت؟ هنام معاكم. اه قلتلي بقى. لا مش هينفع، اصل هو لسه نونة. لما يبقى يكبر ساعتها بقى يبقى ينام معاكم. وهلبس ايه بقى؟ ماما جابت له هدوم. ولا لا؟ ما انت عندك. شحن. انت في ايه يا ابني؟ انا عايز هدوم. حاضر هجيب لك. دي وقت. لا مش هينفع النهارده، الله ما طولك يا روح. جبتله شبشب؟ لا ما جبتلوش شبشب. الدور بتاعي. جدع يا لوكا. حاضر. وقت واحد جديد. اه ده انت باصص لمصلحتك بقى. قلتلي ما زهقت. ايوه احنا زهقنا. وانتوا زهقتوا من ايه بقى ان شاء الله؟ واحنا زهقنا من ايه؟ زهقنا من الضرب، من العنف. لو كنت جايبنا من الشارع ما كنتش هتعمل فينا كده. عايز العب على الموبايل؟ لا. عايز اخرج؟ لا. كل حاجه لا لا لا. ما تقول حاجه يا. ايوه هو احنا زهقنا. ايوه من ايه بقى؟ الكلام اللي قال عليه ده. اه ايه هو بقى اللي قال عليه؟ عشان انا ما فهمتش. فانت كنت بتقول ايه؟ كان بيقول لا. ايوه بابا احنا على طول بنقول لا. هو اللي بيقول لا. هو اللي بيقول لا. وبننزل من وراك. اه وايه تاني يا اياس؟ ما عرفوش يا بابا. انت تعرف ان انت اخرك معايا قلم؟ ولا حتى قلم. قول لي عايز ايه اعمل ايه؟ عايز اعرف كل حاجه من طقطة لسلام عليكم. طب خد دي، ما تدورش على النضاره. انهي نضاره؟ الاوريجينال دي، عارفها؟ عارفها. اصل كسرتها. والله؟ اه والله. ام فلوس كتير قوي دي. ايوه هي دي.
ده انت يومك اسود. عندنا كلام كتير حضرتك لازم تسمعه. اول حاجة عايزين الموبايل اللي حضرتك شايله. تاني حاجة هننزل انا وياك كل يوم الشارع. انا مش عايز. وننام متأخر براحتنا. انا بحب انام بدري. والمصروف. ايوة صح مصروف زين. انت بتكلم الجلابية؟ بعمل برامج للتمثيل. بتمثل. طب ما تقول لي وانا اعلمك. ماشي ايه يا ريت. هعمل ابوك برضه بس عصب شوية. وانت ابني بس عايز تتظبط. اتظبط تمثيل بالظبط زي ما قال لك كده. ما رحتش المدرسه ليه؟ ما تمثل. حاضر ارحمني يا بابا. مش هعمل كده تاني يا بابا. اقول لك بلاها تكتيف. احنا لسه هنكتف وهنعمل. هتاخد وقت. عندك حق. احنا نضرب على طول. وانا عايز روحي. لا انت خليك للحلقه الجايه. السيناريو فيه جري؟ اكيد طبعا. ده الجري نص المجدعه. احلى مسا عليك وانت بتقهله.